عقد المنتدى العالمي الخليجي الأول ضمن مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون ورشة عمل بعنوان مستقبل التدريب العالمي في الخليج، وذلك بمشاركة متحدثين عالميين ومختصين في مجال الإعلام والاتصال. هدفت الورشة إلى مناقشة أهم أساليب التدريب الإعلامي في المستقبل وأهميته وبنيته في العالم العربي والخليجي وآليات تطوره المستقبلية، كما تمت مناقشة ما يجب أن يكونه الإعلام أو يكونه الإعلام في المستقبل القريب وخصوصيته في المنطقة. وجاءت ورشة العمل لتسلط الضوء على أهمية تعزيز المهارات والأدوات الحديثة في مجال التدريب الإعلامي للارتقاء بمخرجات الإعلام والكوادر الإعلامية على جميع المستويات. كما تلا ورشة مستقبل التدريب الإعلامي في الخليج ورشة بعنوان النجومية مسؤولية. كثير كنت سعيد بمشاركتي بمهرجان الإذاعة والتلفزيون لهذا العام في مملكة البحرين، اللي أول شيء شفنا فيه تطور البحرين وتطور هذا التجمع الكبير اللي مفروض يكون سنوي وأكثر من هيك. مشاركتي كانت عن موضوع مستقبل التدريب في العالم العربي وبنية التدريب، وسواء في تطوير المؤسسات الإعلامية المحترفة أو بما يتعلق بتدريب الأجيال الجديدة في الإعلام. أنا كنت ممثلاً أكاديمية فوكس للإعلام في مدينة دبي للإعلام، وكذلك أكاديمية كون للتدريب عن بعد، وأبدينا أراء مختلفة بمواضيع تطوير البنية التحتية للإعلام في العالم العربي وتطوير نظام الإحصاء الخاص في موضوع الإعلام العربي. سعيدة بالمشاركة في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون 15، وكنت في ندوة الحديث عن مستقبل التدريب الإعلامي، وأعتقد أنها من الندوات المهمة التي عقدت في هذا المهرجان، كونها تشير وتلقي الضوء على أهمية التدريب الإعلامي وأهمية العمل بجدية على تعزيز فكرة التدريب الإعلامي حتى تكون مخرجات الوسائل الإعلامية كما نريدها على المستوى الفردي وحتى على المستوى الجماعي.